السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكيك بالتفاح بدون زيت او زبدة. هذا الكيك هذا غنحتاج ليه جوج تفاحات حجم متوسط، وحده غنقطعوها على شكل مربعات والاخرى غادي نديروها شرائح كما كتشوفوا هنايا. عندي الريكوتا او الجبن، غنحتاجو خميرة ديال الحلوى، الفاني، عندي هنا 4 ديال البيضات، هنا السكر البني وشرائح اللوز، عندي هنايا دقيق الشوفان. ممكن تستعملوه بالنسبه للسكر والدقيق، ممكن تستعملوا اي نوع بغيتو نتوما. غندوزو لطريقه التحضير. غنحطو البيض هو الاول، كاس ديال الحليب، الريكوتا، نخلطو مزيان هاد المكونات. غنزيد الفاني، انا درت جوج ديال الباكيت تاع الفاني. غنزيدو الدقيق، كماشتو كنحصلو على الخليط تيكون على هاد الشكل هذا. بالنسبه للدقيق هنا احتاجينا 9 ديال المعالق ديال الدقيق كما شفتو، كنحصلو على هاد الخليط هذا على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. غنزيد عليه التفاح، زدنا التفاح والخميره ديال الحلوى، غنخلط المكونات كامله. غنخدمو مزيان هاد المكونات مع بعضياتها، كنحصلو على الخليط على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. عندي القالب ديال الكيك، انا غنستعمل هذا، ممكن ديرو اي قالب بغيتو. كنحاولو نقادو هاد الكيك في القالب على هذا الشكل هذا. عندي هنا ديك النص حامضه، غنعصرها على التفاح، خليت هنا شويه ديال السكر مزيان مع التفاح، وغنستو على هذا الشكل هذا بشكل عشوائي. المهم الكيك ديالنا ها هو موجود، دابا غندخلو الفران 150 درجة مدة 45 دقيقة وغادي نرجع معكم. هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، صحي بمكونات بسيطة صحية للأطفال. بالنسبة للفطور
كنتمنى هذا الكيك هذا ينال اعجابكم. كنشكركم بزاف، مع السلامة.